رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة. عملنا البيتزا توست بطريقة سهلة وبسيطة وجميلة، قلنا التريكس فين عشان ما يطراش من حضراتكم ويبقى الوصفة جميلة. هنعمل بقى وصفة حلو، هنعمل الدنش الحلو بطريقة سهلة وبسيطة. العجينة هنعملها بطريقة سهلة، اللي عايز يحط الزبدة ويورقها هديله طريقة يعملها بيها ويورقها بشكل تبقى حلوة وسهلة. تسلم ايديكو. لكن اللي مش عايز يحط زبدة، هنفترض ما تعملوهاش بزبدة، اعملوها عادية خالص. الناس اللي مش حابة تضيف زبدة عشان تقيلة او يستفيد بالعجينة مفيش مشكلة خالص. طيب تعالوا بقى نقول بسم الله. عندي 2.5 كوباية من الدقيق، تقريبا نص كيلو، معلقة كبيرة زبدة، عندي معلقة ملح او يعني نص معلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة خميرة فورية، 1.25 كوباية مية تقريبا على حسب نوع الدقيق اللي حضراتكم هتستخدمه، ممكن تقل عن كده او تزيد حاجة بسيطة، 2 كبار من اللبن البودرة، 1/4 كوباية من السكر. هحشي بايه؟ هحشي بالكاسترد او الكريم باتيسير. هقول تاني، عندي 1 كوباية زبدة، 1 كوباية باستري او كاسترد، عندي بيضة، فانيليا، 1.25 كوباية لبن، 2 كبار نشا، 1/4 كوباية سكر، مكعب زبدة. الكوباية الزبدة دي مش مع الحشو، كوباية الزبدة دي مع فرد العجينة، فخلوها مع العجينة يا ولاد ونكتبها لفرد العجينة عشان ما يفتكروهاش ضمن مقادير الكاسترد. الدهن هندهن بلبن او عسل وزبده مذابه، الثلاثه دول 2 لبن على 2 عسل على 2 زبده مذابه، وبندهنه بثلاث حاجات، اما مربى بنسيحها ونخففها وبالفرشه بنلمعه، او بالعسل او بالشربات التقيل اللي موجود عندكم سواء بتاع الكنافه او بتاع اي حاجه انتوا بتستخدموها. هعمل على البارد الحاجات الخاصه بال دي هتبقى للفرد، فانا هخليها هنا. دي البيضة والسكر والنشا، يعني هناخد كده السكر والنشا. خليني ايه الاول اكسر البيضة دي، ده بالنسبة للكاسترد. بسم الله، البيضة دي هحط عليها شوية الفانيليا وهاخدها كده في بولة كبيرة الاول، حط نقطة سكر، معلقة واحدة بس من المعيار اللي احنا متفقين عليه، هقلب كده. اصل الدنش ده بقى موضوع جميل، هو من المعجنات الدنماركية، ليه شعبية كبيرة جدا حول العالم، عايزة اقول لكم يعني. تعالوا كده نقلب الدنش مع البيضة مع الفانيليا بالراحة كده لحد ما يبقى خليط واحد. ليه قصة طريفة ولطيفة يعني، كان في عدد كتير من كبير من الخبازين عملوا اضراب انهم يعملوا الاكل عشان عايزين يتقاضوا اجر مقابل العمل، يعني مش عايزين سكن او الطعام، كانوا زمان بيعملوهم كده. ملاك المخابز ما كانش قدامهم اي طريقه غير ان هم يوظفوا عمال اجانب، فجابوا عمال اجانب من دول النمسا المشهورين، هما اللي اشتهروا بالمخبوزات الرقيقة دي ذات الطبقات. وفي يوم من الأيام اخترعوا الدنش ده واستقرت الأوضاع والحمد لله الإضراب راح لحاله. تعالوا بقى إيه نعمل كده، اللبن هنا، في عندي شوية سكر خليني أدوبهم، هرفع على النار. بسم الله كده، هسخن اللبن مع معلقة السكر، نقطة فانيليا واحدة بس للطعم، هشيل بقى خلاص ده. أول ما اللبن ده يسخن هبدأ أنزل على البيض الأول اللي أنا ضربته مع النشا والفانيليا، هسيبه بقى يسخن كده شوية. وتعالوا نعمل العجينة مع بعض. عندي للعجينة هنحط السكر، الخميرة، وعندي لبن البودرة والملح طبعا. هنقلب الخليط ده لان انا مجهزة منه عجين على وش التخمير. هوري حضراتكم بس بيتشكل ازاي في حبة كده. هاخد كده دي مية هشوفها دي دافية ولا لا. بسم الله، وطبعا الزبدة مش هننساها، بس هحط الأول مكونات الجافة ده
هخف الميه بميه شويه سخنه عشان تبقى الميه دافيه. بسم الله نشغل بقى كده نخلط المكونات. اللبن بدأ يسخن، بصوا هنزل شوية هنا على البيضة والنشا لحد ما أعاير أو أعادل الحرارة، وبعدين هنزل الخليط ده هنا ونقلب. هقدر أحط هنا معلقة زبدة للطعم، وهاخد الزبده كمان مع العجين هنا. خليني احط الزبده الاول اهي، معلقه كده كبيره من الزبده، ونقلبهم سوا. ودلوقتي نقلب هنا كاسترد على النار، هنزل شوية بس معلقة دقيق، أنا كنت حاسة إن دي سنة محتاج سنة، معلقة أو اتنين. ده دقيق متعدد الاستخدامات، تقدروا تستخدموا الدقيق الفاخر كمان. الخليط اول ما يبدا يسخن هيبدا يتماسك كده، اللون ده اتغير عشان الفانيليا، الفانيليا سايله، لكن تقدروا تستخدموا الفانيليا الباودر عادي جدا. خليني كده ابص على العجينه، حلوه قوي. تعالوا بقى نطلع العجينه دي ناخدها ونتعايش معاها هناك. خلاص دي جنبي، الزبده دي اللي هورق بيها، هنشيل ده بقى خلاص. كاسترد اهو، ده الكاسترد بعد ما بيبرد، وده فيه 2 صفار بيضه، ده انا عملته ببيضه كامله. انا بحاول دايما انوع على حضراتكم عشان اللي طلب معين يفهم ان الموضوع سهل وبسيط، تقدروا تستخدموا الجاهز عادي. انا هنا حطيت نسبه من الفانيليا كبيره، بحب عشان الزفاره ما بحبش ابدا، لكن تقدروا تستخدموا عادي الايه. وهنا حاطه بيضه واحده، وحاطه هنا لبن خالي الدسم، هنا معموله لبن كامل الدسم واثنين صفار بيضه، وتقدروا تدعموا بمعلقه كمان من الكاسترد لو عايزين الجاف الجاهز. هنبدا بقى ايه نقلب كده لحد ما يتماسك معانا. خلينا
نجيب العجينه وناخد العجينه الحلوه دي. سامعاكم حبايبي كده؟ بصوا رشه، بس خليني اقلب دي عشان بتبدا تتقل. بصوا اهي تقدروا تعملوا ده مكان الكاسترد باي فكه كومبوت عادي. انا ناس بقى وتضربوا بدل اللبن الميه بتاعته، تعملوا اللي انتوا عايزينه. شايفين؟ خلاص هبدا بقى احطه في بوله، لازم وابدا اغطي وشه عشان ما يعملش قشر. اول ما يبدا يعمل البابلز دي خلاص هو كده تمام. اهو اهي شايفين؟ تمام. هرفعه وتعالوا بقى نشوف العجينة الحلوة بتاعتنا دي. المفترض ان انا اخليها تورق. تورق ازاي؟ ان انا افردها واديها طبقة من الزبدة لحد ما الكوباية بتاعت الزبدة دي تخلص على ثلاث مرات. هبصم في العجينة دي ثلاث مرات. يعني ايه ابصم فيها ثلاث مرات؟ يعني هفردها قدام حضراتكم. بسم الله نطفي ده، ناخد كده نمسح المردانة الأول عشان، ونحط رشة دقيق حلوة كده، وهنبدأ نفرد كده بشكل كده ايه مستطيل شوية. وبعدين هحط شوية من الزبدة دي الطرية دي كده في العجين. وهقفل العجين عليها. شايفين ازاي؟ شايفين كده؟ اتنوها بقى تاني واروح عامله كده قبل ما ادخلها التلاجه بصباعي كده. انا بصمت اول مره، حطيت لها زبده في اول مره، هاخدها بقى التلاجه احطها في كلانفل وادخلها التلاجه نص ساعة ترتاح. تطلع هفرد تاني مع حضراتكم. لازم الزبدة دي تسقع عشان تورق، وهتنيها بنفس الطريقة مرة تانية وهبصم بصباعي اتنين، وبعدين تطلع في التالتة هبصم التالتة واسيبها نص ساعة وابدأ افردها عشان تديني التوريقة. بصوا التوريقة دي بتبان من فين؟ الرقات بتبقى من هنا، بتبدأ بقى تفرد معايا رقات لحد ما نخلص كوباية الزبدة اللي مع حضراتكم. وده للي عايز يتعامل بالزبدة. خلاص هنتنيها تاني بعد ما هنبصم عليها، بس أنا بقى عايزة أوريكم طريقة التشكيل. عايزة أوري حضراتكم طريقة التشكيل. خلاص أوكي يا حبايب قلبي. خلاص نبدأ. كل ما أفرد وأتني كل ما ادي طبقات حلوه. الطبقات دي تبقى مستطيل كده هعمله بيه. يبقى احنا كده اتفقنا هنبصم عليها ثلاث مرات، لازم تدخل في كل مره الثلاجه نص ساعه ترتاح. عايزين بقى تحصلوا على يعني ال 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 الدنش زي ما احنا عاملينه هيبقى كده. وهنبدا نحط الزبده تاني وهنتني تاني. شايفين؟ وابصم عليه تاني. بين كل مره ونص ساعه ونص ساعه هبدا ايه اريحها نص ساعه في الثلاجه واطلعها تكون جمدت. فلما الزبده دي اجي افردها ما تبقاش كده، ما تبقاش سايحه كده،
تبقى ماسكه نفسها، تبقى سقعت ومسكت في الايه في العجينه فتورق معايا. خلاص انا بس هوري حضراتكم شكل التقطيع، تشكيل العجينه يعني، عشان احنا مجهزين واحده لكن متشكله، مش مجهزه عجينه. هنفرد بقى، المفروض بقى تتفرد كويس. طبعا هي كده لسه، ماشي حبيبي ده، هاجي سي عايزه اقطعها، افترض مثلا ان انا اللي اقصده هوريه لحضراتكم. بس طبعا هي كده لسه ما لحقتش تعمل ولا حاجه، شايفين هتبدا تورق معاكم، بس بصموها ثلاث مرات بين كل مره والتانيه نص ساعه، اتنوها فوق بعض ودخلوها تطلع مورقه وروعه. انا بس بحاول اعمل كده شكل عشان انا عايزه يعني الوقت ضيق، وعايزه اوري حضراتكم بتبقى مربعات، وبنرجع اللي احنا عملناها دي بنرجع نشكلها مره تانيه، مفيش فيها مشكله خالص. خلاص شايفين بتعلى ازاي من هنا، شايفين الرقات ده اللي اقصده، ماشي. طيب ممكن اخد كده الحرف، زي ما حضراتكم شايفين هاخد واحدة كده من النص، وممكن تاخدوا واحدة تانية من النص. اعملوا بقى كذا هنا، خليه طالعة، خليني اخد دي، لا انا مش عايزه اعملها كده، استنوني اعمل دي الورد، استنوني يا نور عين، استنوني يا روح قلبي، خلي دي، تعالوا بس هنا هبطل دي شويه. ليه بقى؟ هاخد معلقه من الكاسترد، دي طبعا لسه عايزه تخمر ولسه عايزه تورق، فين الكاسترد اهو، معلقه صغيره، بصوا اهو هنا، وبعدين اخد مكعب من اي حاجه انا حباها، ممكن تكون مانجو بس دي كبيره شويه، خليني اصغرها، شايفين ازاي؟ وممكن دي تتقطع اربعه عادي برضو وتتعمل كلها مقفله على بعض، وممكن تتساب كده، ممكن تسيبوها زي ما هي كده على فكرة برضو، ده شكل يبقى مفروض كده، وممكن نقفلها كلها، شايفين تتقفل كلها كأنها وردة، شفتوا دي اهي، وهاخد هنا برضو في النص الكاسترد اهو، وهحط فيه المكعب الصغنن اللي انا عايزاه، شايفين ازاي هتطلع لو احنا عاملين الشكل ده. بصوا لما بترتاح وتورق دي كده سقعت وارتاحت واتقطعت ونفشت. هبدا بقى ادهنها لما تطلع بعد الخبز بالشربات التقيله اهو، بصوا الشربات بعد ما تخلص خلاص الشربات اهو، ده تقله اهو، ادهن بقى واحشي كل الحاجات الحلوه اللي حضراتكم شايفينها دي وتبدا تتقدم معانا. النهارده بقى عملنا ايه؟ عملنا الدنش، قبل ما اخبزها بحط كده الكاسترد والفاكهه، ادوها الثلاث تبصيمات بتاعتها اللي اديتها قلت لحضراتكم عليها تطلع مورقه، وسيبوها بعد ما تشكلوها ترتاح، وقدموها ادخلوها فرن 180 تاخد اللون والشكل الحلو، وبعدين تطلع وهي دافيه ابداوا حطوا لها الشربات، هتطلع رائعه زي ما حضراتكم شايفين كده. دلوقتي بقى
شفتوا شكلها في الجاهز عامل ازاي؟ هتقدروا تسيبوها مربعة كده على فكرة، ده شكل برضو، يعني ده شكل نسيبها زي ما هي وتطلع عالية وتتحشي في النص عادي جدا. دي شكلها بعد ما بتطلع، بروح على طول دهناها او بالفرشه بالشربات التقيل وصحه وهنا على قلب حضراتكم. حطوا بقى مانجا، حطوا كومبوت اناناس، حطوا اي حاجه، المهم انها تبقى اتورقت صح. وتقدروا تحتفظوا بالعجينه المورقه دي لاي وقت تاني في الفريزر، شايلينها يبقى على الفرد والتشكيل.